تقنية جديدة تخزين الكهرباء في الأوراق. هل تخيلت يوماً أن تتوقف في محطة الوقود لتملأ خزان الوقود في سيارتك بالأوراق؟ أو أن تجلب بعض الأوراق لتنير بيتك وتشحن حاسبك وهاتفك المحمول؟ حسناً، لم يعد هذا الحلم بعيداً، فقد تم تصنيع هذه الأوراق مخبرياً. طور باحثون في مختبر الإلكترونيات العضوية بجامعة لونشبينغ السويدية مادة جديدة ذات قدرة مدهشة على تخزين الطاقة تدعى أوراق طاقة. تتألف هذه المادة من سيلولوز نانوي وبوليمير موصل. تم نشر نتائج هذا البحث في دورية العلوم المتقدمة. يمكن لورقة واحدة بقطر 15 سنتيمتر وبسماكة بضع أعشار من المليمتر أن تخزن 1 فريد من الطاقة الكهربائية، وهي القيمة نفسها التي تخزنها أقوى المكثفات الموجودة في الأسواق حالياً. هذه المادة قابلة لإعادة الشحن مئات المرات، ولا يستغرق شحنها أكثر من 4 ثواني. إن هذه المادة الفريدة هي الحلم القابل للتحقيق، وذلك لأننا في عالم يزداد فيه الطلب على الطاقات المتجددة، وبالتالي البحث عن أفضل السبل لتخزين هذه الطاقات في جميع الظروف والأوقات. يقول الباحث إكزيفييه كريسبين إن الأغشية الرقيقة التي تعمل كمكثفات ليست شيئاً جديداً، ولكن الجديد هو أننا أنتجنا المادة وفق 3 أبعاد، أي نحن نستطيع إنتاج أوراق سميكة. البنية الهيكلية للمادة هي السليلوز النانوي، وهي ألياف سليلوز قسمت باستخدام تقنية المياه ذات الضغط العالي إلى ألياف رقيقة قطرها حوالي 20 نانومتر. توضع ألياف السليلوز النانوي في محلول مائي، ثم يضاف بوليمير مشحون كهربائياً إلى هذا المحلول، ثم يشكل البوليمير طبقة رقيقة حول الألياف مما يجعلها ناقلة للتيار الكهربائي. حطمت هذه المادة رقماً قياسياً جديداً في قيمة الموصلية الكهربائية ولكل من الأيونات والإلكترونات بالوقت ذاته، وهو ما يفسر قدرتها الاستثنائية في تخزين الطاقة الكهربائية، كما أنها تفتح الأبواب على مصراعيها لعمليات تطويرها وزيادة قدرتها بشكل مستمر. فهي تصنع من مواد بسيطة ومتوفرة وخفيفة الوزن ومقاومة للماء، ولا تحتاج أي مواد كيميائية خطرة أو معادن ثقيلة، على عكس كل من البطاريات والمكثفات المتوفرة حالياً في الأسواق. إن التحدي الحالي الذي تواجهه هذه التقنية هو تطوير وتصنيع أوراق طاقة لتخزين الكهرباء على نطاق صناعي واسع.